Storytelling is at the very heart of Moroccan culture, and whenever you find yourself sitting with a Moroccan, whether that's in their home, in a taxi, waiting for a bus, they will always share stories. It's natural for a Moroccan to tell you a story. It might be an old story that's been handed down from generation to generation. It might be a joke that they make into a story when they tell it, or it might be a story about something that happened to them yesterday. But they will always tell a story. They naturally share stories. And the Moroccan women who've come and settled in London are no different. They share stories just as much. They brought that tradition with them. The project Dardasha, which means teacher, is to give these women the opportunity to speak and tell their stories, how they like it and how they see it. It's not a matter of us telling them what to say, but really for them to speak about the journey, how they have led their lives in the UK, what obstacle hurdles, and also the good things that have happened to them. They're not all bad stories, some of them are fantastic stories too. Each woman has a very unique, very individual, very personal story to tell, and each story stands alone. And if you hear more than one story, they also come together to tell a collective story. And ultimately, I would like these stories to speak for themselves. قبل الله سبحانه وتعالى جعلنا هكا فهمتي الدنيا هي احنا في كنا عارفين عن جول هنا يا لندن كنا عاك نسمعوا به لا انجلترا في جات ادنا في جات انجلترا في جات لندن ما كناش نعرفوها وش الله سبحانه وتعالى كنت من الخبز هنا جاء الحرق هو الاول الرجل هو الاول جاء لنا جاء 1970 جا هو وانا جيت 1972 جيت خليت جبت ولادي معايا ثلاثه جبت محمد وسعاد وحامد كانوا باقا صغار ما قبلهم ليش المدرسه ديك سعدت الحاج كيخدم بالليل وانا كنخدم بالنهار هو كيجي الدار ينعس وانا كنخرج نخدم في لندن هيلتون بجوج كنا بينا هو يخدم بالليل وانا نخدم بالنهار وسعادي ضربه لي طوموبيل ضربات النبر دات فيها عاد ضرباتها اللي ضرباتها طوموبيل ديك سعديت انا ما قلت والو ما نقدرش نخلي ولادي مورايا باهم كيبات خدام وعيبقى فايق ما يقدرش يقابل لي ثلاثه دعوالو ويبات فايق في الخدمه ديك سعديت عيطت للوالده ديالي عيطت لها قلت لها امي واش تقدر تشدي لي ولادي ها كيفاش قالت لي يا بنتي نشدهم جيبيهم مشيت سيمانه انا قلت للاخت ديتهم من المغرب ورجعت ثلاثه بيهم خليتهم مع امي وجيت واش حسيتي حسيت مره ما كنت كنبقى انا 6 شهور 5 مانس نمشي نشوفهم هادي ما كنت فرحانه نحط الماكله جاب غرطين اي حاجه ما كنت فرحانه لا انا لا باهم محمد عرفش كيبقى يحمق عليا بالبكاء محمد يبكي 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 المهم ديك السعدات فكرنا محمد كبر شويش وسعاد وحامد مشيت ديك الساعه جبتهم رجعتهم ثلاثه بهم صافي رجعتهم سعاد ومحمد دخلتهم المدرسه وحامد كان باقي صغير كنت نوبو عليه انا عندي يومان اوف وباه يومان اوف السبت والحد مع خوتو صح يعني تعرف الخدمه ديال الشمر مي الحمد لله بقيت كنعرف انا عارفه يعني ماشي شي انجليزه كنعرف بزاف واني كان الحمد لله كانت كافيه كان الحمد لله نعرف الشغل ديال الخدمه الكاز طلب لي شي حاجه كنعرف فوطه صغيره ولا انت ولا باتا ولا فهمتي كنفهم او خصهم شي حاجه للبيت ولا زعما كنعرف بقيت كنعرف ايوا الحمد لله بالحق القرايه زعما هنا ما قريتش طلبوني زعما نقرا واني ما تقدريش تقراي كيفاش غتقدري عندك 4 ولا 5 العواول
وتقيلي خدامه والدار وعاود تمشي تقري ما ما قداش ما كنتش قدام. يلا كنخدم نجي نتكفى مع ولادي بالدار وصافي. نجي للدار ما عندي لا واش ماشي لا وكنا ديك الساعه نصبن بيدين عجان نطيب نخمل الدار نمساح نعمل عاوتاني الصباح نوض عاوتاني ندير نجري عاود الخدمه نديهم المدرسه عاود نمشي نخدم. وحنا غادي كنا نمشي الوقت هيدا مع بعضيات الفلوس كانوا قلاله تعرفوا ديك الوقت هادشي شي ديك الوقت كنا نربحوا 13 بان 14 بان 15 بان فديك العصر هذاك لازم كنت كنخدم كنت زعما فرحانه نخدم وكنت قاده على ولادي قاده بهم نخدم في الكامات نخدم نشطب ستريت رابش هذه الخدمه نخدمها ناكل الخبز حلال ماشي نعمل شي حاجه خايبه نو نخدم بدراعي كتاب ديالي ربي كيحضر البركه ديك الفلوس ديالك واخا قلال الله سبحانه وتعالى كيحضر ربي سبحان الله البركه الحمد لله قاس حزم ماشي سهله باش تعيشي هنا بلا والديك بلا لا خوتك لا حتى واحد فهمتي ولات الحمد لله ملي تلاقى المغاربه بقاو كيجيو وبقينا نتلاقاو مع بعضياتنا وبقينا كنخدموا وكنهضروا وكنضحكوا شويه بقينا نفوجوا على بعضياتنا شويه فهمتي كنا زمان مزيانين دابا عاف هاد الفلاط ترتياس هالفلاط وانا معاه معايا اريشيه الانجليزيه الفوق واريشيه لتحت واريشيه فوق مره انا جيت في الميدل وما عمرهم داوها مني دابا الحماق اش كنقول اش كيعيطوا لي امي عندي العربيه بالصغر كيعيطوا لي امي كلشي كيعيط لي امي امي ما عمري دابس معاهم ولا تخاصموا معايا وانا داري معاهم مزيان الا كان العيد كندوقوا ولا درت نعطيهم الحريره نعطيهم كويلاش الا كان الافراح عندي نغرف لهم كلهم ندوقوا من التشيكين من اللحام وعرفتي كيحمق حيت الخير مزيان انا ما خدامش غادي مزيانين وليداتي جوجتهم انا والحاج داك الشيء كناكلوا داك الشيء اللي قسم الله انا وياه ما عندناش حنا ما حنا ماشي فاسي اللي جبرنا كناكلوها الحمد لله والخير موجود الحمد لله ماشي مزيانين زعما تك مزيانه دابا ارتحت بزاف ملي جوج وليداتي ودرت لهم ديورهم انا فيري هابي انا فرحانه الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Aisha bin Salah. That's my middle name. My marriage name is Miss Larbi. I come to the, well, before I come to this country, I used to work in Morocco, support my family. And because I divorced from my husband before I come to this country, because my husband married behind my back. And I come to this country, I was a single person. And 1968, I received work permit, and I was so pleased, and I come to this country. And I traveled from Tangier to Algeciras, from Algeciras to Madrid, from Madrid to Paris, from Paris to London. When I arrived, it was everything strange for me, because I can speak a word in English. I can speak a little bit of French and Spanish, perfect. And I got a taxi from Victoria. I come to Labrador Grove because all, it was three of them, friend of us, living down here in Labrador Grove with Barclays Bank on the same road. And this is how I start with them. Imagine leaving three children and a mother behind you and come. And you need to put your mind to work to save some money to send it to them. Missing your own blood and precious small children. But when I come to this country, I start to work, and the first year, it was very hard for me because the money was too small. The money, it was only £7 a week. And I used to pay £2, my rent, one room. And I used to pay my fares to go and come back, buy my own food. It was not enough money to save to send it to your kids.
And this is the first year I find it very hard. I went back and me and my husband go back together and I told him to come with me to London. If not, I can go back to him because I got big responsibility in back up my shoulders. And he said yes. And after that, when my mom passed away in 1975, I bring my husband, my children, and settle down in this country. And after that, I put all my kids in school, and my husband passed away, and I was alone with three children, look after them. And I think my brain was very good. In 1 year, I picked up the English. And this is how I pushed myself to help the others. I help a lot of people. What did you do to help? I was translator. And it was a housing action center, and it was a social workers upstairs, and this is how I start. And after I went to going to Notting Hill Gate, to James Solicitors, he used to call me, to be a translator and go on the court with many people and everything. And I worked in Charing Cross Hospital for 5 years. And I worked in the old Charing Cross 3 years, and I worked in a new one in Fulham Palace Road for 2 years. And I used to work with Mohammed Al-Fayed, Princess Gates, nearly to Moroccan Embassy. I worked 2 hours, early morning, 5 o'clock in the morning. I used to wake up and go and work there for two hours before I go to open the toilet. And after I used to go, when I finished the 8 hours, I used to go to work 2 hours with British Airways. And the rest, I worked small hotels there and then, you know, for, I was with the council till when I retired. I worked with them, you know, it was an easy job, and looking after the public toilet. Mm-hmm. And I was so happy, and I stayed there till when I retired. I married my son, I married my daughter. To tell you the truth, now I'm old woman, and I'm no good for nothing. To tell you the truth, my children, they got children, I got my great-grandchildren. I know. And alhamdulillah, if I go back to my country, I feel more sweeter, more family, more friends, more everything. For here, I got my children, my grandchildren, great-grandchildren. I can't go back, I can't stay. My mind is split up in 2 pieces. My mind is in my country, my mind is here. My mind is here with my kids. I'm a pensioner, I'm 67 years old, and my brain is still the same. I know what I'm doing, I know where I go, and everything. I'm enough educated in my brain, for in my hand I'm not educated. You get frustrated. And I feel sick. I feel sad inside. Why I need to give my letter to someone to read it? Why I need to go to someone to write for me a letter? And this has hurt me. Why some people didn't know about my private life? I'm supposed to do it myself. I was silly, I never use it, honestly. I was very silly. You're not silly, you weren't silly. You were very busy trying to... I was busy and plus silly. We're supposed to sit down, never mind 2 hours, sit down and learn. If you learn 1 word a day, how many words a week? And how many words a year, if you can learn for 2 hours, 1 word a day? For me, I was thinking to work, to give education for my children. It's hurt me inside. I never had education myself. Let me give it to my children. I never used that choice. Give it to my kids. I never beautiful dress for myself, give it to my children. All my life it was my kids. Still there, my kids is everything for me. They are married, they have their children, but to me, my children is a, how to say? Your life.
all my life. الحمد لله وليت بزاف د الحاجات تعلمتهم هنايا من المركز، تعلمت منهم بزاف تاع الحوايج، تعلمت القانون تاع البلاد، حوايج اللي كيتمشاو في البلاد على طريقهم هما. انا سميتي خديجة، ساكنة من الدار البيضاء في المغرب. اول ما فكرت نجي لهاد البلاد فكرت باش نجي نخدم، كنا عائلتنا شويه فقيره، مساعده ما كيناش، مشاكل الام والاب مفارقين، كنت نعيش انا وخوتي وامي. حاولت نخرج، ماشي قصدي باش نجي بس غير لندن، كان قصدي فرنسا لندن، المهم اي بلاد قدرت نوصل ليها بغيت نمشي باش نخدم. منين جيت لهنا وداك الشيء بديت شويه كنخدم، جاتني شويه صعوبه في الفيزا، عطاوني شهر ديال الفيزا في المطار، بركت قالوا لي الناس بغيتي تاخدي الفيزا خصك تدخلي المدرسه. تسجلت في المدرسه، تنخلص المدرسه وكناخد الفيزا على طريق المدرسه لمده سنتين. حاولت نصوب الوراق ديالي وداك الشيء ما قدرتش، بقيت كنخدم هنا، دخلت باش نجلس غير شهر او شهرين في الاول نشوف باش الى عجبني نبرك. بركت بقيت الخدمه، بقيت نخدم، بركت خدمت في الريستورات، خدمت في الوطيل، خدمت بزاف تاع البلايص خدمت فيهم، تكرفست الصراحه، بقيت واحد المده بلا اوراق. كنت حاطه هاد الحوايج ديالي كلهم، السيف مع الذهب مع الباسبور ديالي بجوج كلهم كنت حاطهم في بنك باركليز بنك سيفتي بوكس. واحد النهار مشيت بغيت نحل سيفتي بوكس ديالي، قالوا لي سوري لوست يور بوكس از لوست، مشالك البوكس ديالك ما كاينش ما لقيناش. من تما بدات عندي المشاكل، من الوقت اللي مشاو ليا مشى ليا الباسبور مغربي والاي شيء ما بقاوش عندي، بقيت بلا خدمه وبقيت بلا سكنه، بقيت كنسكن غير مع الناس نسكن، وكاين بعض الناس كنت نمشي نخدم عندهم كنسكن عندهم، وبعد خطرات كنكري مع البنات نخلص معاهم الكرا، والخدمه وليت كنخدم بالتخبيه تقريبا 10 سنين وانا كنخدم مع بالتخبيه. العائله ديالي كانوا كيعرفوا، غير كنصيفط ليهم داكشي اللي خاصهم كنصيفطو ليهم، ما عارفين حتى شي حاجه على هادشي، حتى الا مرضت ما كيعرفوهاش. انا براسي ما كنبغيش نقول لهم انا مريضه ولا انا نعسه في السبيطار باش ما يتقلقوش عليا ويديروني في بالهم. لقيت راسي بوحدي، كنعيش بوحدي وعندي عائلتي، ومن غير عائله نفس الشيء، قلت كاينين بحال كاينين بحال ما كاينينش، كيسولوا غير على حاجتهم. بقيت واحد المده طويله، تقريبا تزوجت، ما سهلش يا ربي في الاولاد، كذا كنت نحمل تيخسر لي بنادم لي 7 المرات تقريبا. بهذا السبب تفارقت مع الراجل، الوقت اللي تفارقت معاه هي ديك ما بقيتش، لقيت راسي لا خدمه لا حتى شي حاجه، حتى من السكنه جا مول الدار بغي يخرجني من الدار، ما لقيتش فين نمشي. كنسمع بالحسنيه قدام الدار فين ساكنه انا ما كنعرفهاش. داك النهار اللي خرجت فيه من الدار وكنقلب باش نجي للحسنيه، ما كنتش حاسه يمكن ما كنتش غنرجع كاع لهذيك الدار. صراحه داك الاستقبال استقبلوني وعاونوني بزاف، لقيتهم عاودت لهم المشكل ديالي وداكشي، قال لي سيري دخلي لدارك وما تخافي حتى من شي حاجه، عمروا لي الوراق وصيفطوهم للتاون هول، وقفوا معايا داروا لي المحامي باش خديت حقي قبل ما نخرج من هذيك الدار اللي كان غيخرجني منها مول الدار بلا حتى شي حاجه. ومن بعد سكنت في لوطيل، كل هذا الشيء انا ما كنت نعرف ندير فيه حتى شي حاجه، كله داروه لي الحسنيه، ما كنتش كنعرف كاع شنو كيتكتب ولاش كيدار واش كل شيء الحسنيه تكلفات ليا به.
وسكنت في الوطيل مع شي 6 شهور تاني، وكنت مريضة وستريس ديبريشن ومدام سعاد صراحة وقفت معايا وحاولت تدير المستحيل ديالها باش نمشي للمغرب نبدل الجو، وفي نفس الوقت كنت خايفة ندخل المغرب. أمي لقيتها ماشي أمي، أمي لقيتها وحدة أخرى كتعرفنيش وما حملتنيش وما بغاتنيش نجي. انا ملي جيت هنا كنت فرحانه ملي كنت نخدم وكنصيفط لعائلتي، كنت فرحانه ما تصوريش الفرحه اللي كنت فرحانه، ما كنوفر راسي حتى شي حاجه، اللي شديتها في يدي كنصيفطها. جيت كنفكر باش نعاون عائلتي ويعيشوا حتى هما بحالهم بحال الناس، ما فكرتش في راسي انا. وانا اللي بغيت نقول شي نصيحه لشي وحده اللي جات بحال الظروف اللي جيت فيها انا وتتفكر غير في عائلتها بوحدهم، النصيحه اللي نعطيها تفكر في راسها هي الاولى. تسجلت في مدرسه وليت كنقرا كل شيء، هادشي بسبب الجمعيه الحسنيه الحمد لله. يعني هزيت راسي على طريق على طريقكم انتم معايا، الله يكثر خيركم صراحه اللي درتو معايا واللي مازال كديروا معايا. انا ما عندي حتى شي حد اخر في هاد البلاد، اقرب شيء ليا هي الحسنيه. شكرا لكم. السلام عليكم، الاسم ديالي وفاء، من مواليد 1980 بدار البيضاء. انا هنا جيت لانجلترا في 2008 2007 اواخر ديال 2007. في المغرب درست حتى الدراسة الجامعية وخديت اجازة في القانون الخاص في 2002. من بعد درت واحد الدراسة اخرى في انفورماتيك دو جيستيون، ومن بعد التحقت من عامين خدمت في شركة ديال التأمين، ومن بعد زوجت وجيت لهنا لانجلترا في اواخر 2007. التجربة ديالتي هنا في انجلترا بالنسبة لي انا تجربة خاصة، اكتشفت فيها نفسي بزاف، لانه الفكرة اللي كانت عندي من قبل على اوروبا وعلى انجلترا مختلفة تماما على الحقيقة. من جيت لهنايا انك بوحدك، خصوصا ان انسان كي الأسرة جديدة، يلا تزوج عنده مسؤولية، من بعد جا ولدي أحمد بولدي، سو كل شيء كان مختلف بالنسبة لي، وكان واحد تحدي كبير لأن مسألة نفسية في الدرجة الأولى. لأنه بالنسبة لي أنا السنة الأولى اللي دوزت هنايا كانت غرقاسة في الدار، من بعد من ولدت ولدي بديت كنخرج، بديت كنتعرف على الناس. جيت هنا صديقتي وجارتي تعرفتني على الحسنية، جيت هنايا بديت كنتعرف على الناس، كنقوم نحضر ورشات هنايا وركشوبس ساعدوني بزاف باش نتعلم. فالحمد لله مشيت درست في جمعية هنايا اللغة، ومن بعد التحقت بالكوليج بدأت نتعلم فيها اللغة الإنجليزية بطريقة أكاديمية بحتة. الحمد لله كنحس دابا ماتش كونفيدنت. من جيت لهنايا اول شوكت تفاجأت بزاف، لانه الفكره اللي كنت واخده انا على هنايا ان المراه قدت اكثر حريه اكثر ومنفتحه اكثر، متعلمه اكثر، وبانها مستقله ومعتمده على نفسها وعندها الحريه ديال القرار وكتمشي تخدم كتمشي. بالعكس من جيت لهنايا شفت بأن النموذج المرأة المغربية المهاجرة كينحصر فقط في البيت وتربية الأولاد، أنه مستوى الدراسي نوعا ما منخفض،
ما كان قليل قليل اللي كنلقاو او كنسمع بهم كملوا الدراسه الجامعيه، كلشي جالس في الدار، كلشي قابل غير الدار. وحتى الفكره ديال انني انا قاريه وعندي واحد شهاده وجيت لهنا باغا نتعلم ونزيد القدام وباغا علاش لا نخدم ونعتمد على نفسي، نساعد زوجي لي نكون مراه مستقله. فالام الا ما خرجاتش وكانت واعيه وعندها واحد الفكر منفتح وعارفه اشنو داير بيها في المجتمع، ما يمكنش لا تربي الاولاد او لا تكون متخلفه من العالم كيزاد القدام وهي ما عارفه والو شنو كاين. هي اصلا ما قراتش، غير جات قابلت غير الدار، وليدات كيكبروا بداو مشاو مدرسه، خاصو هوموورك، خاصو مشي انترنت، خاصو، وهي ما عارفه والو. كيفاش غتساعد هاد الوليد انه يتعلم؟ اما الا حس الولد او المراهق حس بان امو كتقدر تساعدو، كتوقف معاه، كتفهمو، كتعرف شنو التحديات والمشاكل اللي كيواجهها خارج البيت، كتكون مطلعه اكثر وعندها القدره اكثر انها تساعدو وتوقف معاه، وهذا كيعني بانه غيكون واحد الانسان صالح في المستقبل ويلعب واحد ويكون انسان ناجح في حياته. وها اهم حاجه هي انني نربي ولدي تربيه مزيانه ويكون فخور بيا ان شاء الله من يكبر يعرف الام ديالو حتى هي انسانه، حتى هي دوزت كما كيقولوا تكرفصنا بزاف وقرينا وتمحنا ومشينا وجينا باش نديروا واحد المستقبل، باش حصلوا على شهاده، باش المستقبل ديالنا يكون احسن. التعليم ديال المرأة شيء ضروري. كنعتبر بان انجلترا بلد كجميع البلدان الاوروبيه فيها الفرص متعدده، وكان امل بفكره بان الحاجه ما غاتجيش حتى عندك، خاص انت تخدم على نفسك وتحاول وتخرج وتقلب وتسول باش تعطاك الفرصه، باش تستغل هذه الفرص الموجوده، لانه صراحه الفرص موجوده، خاص تكون هي الكفاءه. وهذه الكفاءه من غادي تجي؟ غاتجي بالتعلم والبحث عن المعرفه وشويه انترنت. ضروري ما غيتمحن حتى شي حاجه، ما كتجي سهله بالحق، خاص الانسان يتحرك. اما تبقى جالسه في الدار لا بالنسبه للمراه لا بالنسبه للراجل، ما حتى حاجه ما غتجي حتى عندك. يمكن ان احنا امهات وهذا حاجه طبيعيه بان هذا هو الدور ديالنا الرئيسي، بحق هذا لا يمنع الا كنا عندنا القدره اننا نقابلوا الديور ديالنا في نفس الوقت نخدموا، علاش لا. كنتمنى اكثر ان هذا الجيل ديالي انا والجيل اللي قادم ان شاء الله وليداتنا ان شاء الله يتسلحوا بالعلم والمعرفه وينخرطوا ويكون هو عندهم صوت مسموع في هذا البلد ان شاء الله. شكرا. قدومت من الاشواق اننا اتوك تو ماتش صافي هادشي اللي بغيتو ديرو السمعو صافي